يخليك. الله يكثر خيرك يا رب، الله يزيد من أمثالك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لتقديم المزيد. حبيب قلبي الله يخليك، على راسي الله يزيدك ويبارك يا رب. اللهم آمين. إيه ما عندك شيء؟ والله كرش. طب بص أنا هخليني أقول لك الكرش إيه. تمام. هو اولا طبعا ما بنيجي نتكلم في موضوع الكرش، الكرش ده ممكن يكون سببه مشاكل في وظائف الكبد، عشان كده احنا بنقول مثلا لو واحد عنده كرش وجاي للعياده، اول نصيحه بديها له بقول له احنا اول حاجه قبل ما نبدا باي نظام او اي حاجه نبدا بيها، اقول له يلا نعمل تحليلة وظائف كبد علشان نتاكد ان احنا ما عندناش في وظائف مشاكل في وظائف الكبد، لان اي مشاكل في وظائف الكبد ممكن تسبب لنا ترسيب للدهون في منطقه البطن، فلابد ان احنا نراجع في البداية. خليني اقول لك برضو بشكل عام، يعني مشاكل الكرش دي ممكن تكون مثلا زادت بعد الجواز، وممكن قبل الجواز ما كانتش موجودة، ممكن تكون زادت مثلا بعد الجواز بشكل مبالغ فيه، كنتيجة للتغير الهرموني مثلا، وليكن اللي بيحدث كنتيجة للزواج، فلابد مثلا هل هذا الامر مثلا متعلق بالزواج. ممكن برضو الكرش ده يعني من ضمن الاسباب بتاعته ان احنا بناكل، طبعا الاكل ممكن يكون قبل الزواج يكون اكل عادي، وبعد الجواز بقى طبعا الاكل السكريات والنشويات بتبدا تزيد اكتر، الاطعمه الوجبات السريعه، هذه الاشياء كلها ممكن تسبب زياده للكرش. يعني عدم ممارسه الرياضه بشكل عام ممكن تسبب لنا الكرش، تناول بعض الادويه ايضا ممكن تسبب لنا الكرش. فالاصل مثلا وليكن في البدايه ان احنا نعرف ما هو السبب في البدايه، هل عندنا مشاكل في الكبد؟ هل فقط بسبب ان انا ما بمارسش رياضه؟ هل سبب مثلا بسبب ان انا ما بنامش كويس؟ هل بسبب ان الاكل بتاعي غير صحي؟ هل بسبب ايه؟ فلابد في البدايه ان احنا نعرف ما هو السبب الذي يكمن وراء الكرش اللي ظهر لنا ده. لو مشاكل الكبد لابد ان احنا نعالج مشكله الكبد علشان نستطيع ان احنا نحل الكرش بتاعنا. لو عندنا مثلا ما بننامش كويس بالليل، انه عدم النوم ليلا ممكن يكون سبب في ظهور الكرش، وخصوصا مع الزواج، فعدم النوم ليلا برضه ممكن يسبب لنا الكرش. فلو ما بننامش بالليل يبقى لازم ننام كويس. عندنا مشاكل في النوم والارق، ممكن نستعين ببعض المكملات الغذائيه اللي تساعدنا كده، زي مثلا المغنيسيوم، ناخد حبه قبل النوم تخلينا ننام نوم مريح وعميق علشان نساعد هرمونات الحرق والتمثيل الغذائي بتاعه الجسم تفرز ليلا، فننام بالليل كويس. فلو نمنا بالليل كويس الحرق بتاعنا هيكون بالنهار كويس، فبرضه نحرق من منطقه الكرش ما لم يكن هناك خلل مرضي. لو ما بنلعبش رياضه وقاعدين طول اليوم في الشغل مثلا في المكتب وما بنتحركش حركه كتيره، فممكن ايضا ده ممكن يكون بسبب الكرش ده ظهر بسبب كده. قبل الزواج مثلا كنا بنتحرك كتير، بعد الجواز ما بقناش بنتحرك كتير وبناكل نفس الاكل، فطبعا لازم يحصل تراكم للدهون في منطقه البطن. ممكن مثلا بناكل سكريات كتير، نشويات كتير، بناكل دهون كتير، فلابد ان انت تكشف بنفسك ما هو السبب الذي يكمن وراء الكرش اللي موجود عندي. لو قدرنا ان احنا نعرف بالظبط ما هو السبب، انا استطيع ان احنا نتخلص منه بشكل اساسي. لو كل هذه الاسباب قلة النوم ممكن تمام وعدم الرياضة، انا هدول الاثنين، يعني ما بنام وما بعمل رياضة كمان. تمام، يبقى الاثنين دول لازم نبدا نظبطهم. هنحل مشكلة النوم دي ازاي؟ عن طريق ناخد حبة من المغنيسيوم قبل النوم، حبة مغنيسيوم قبل النوم ناخدها قبل النوم هتخلينا ننام نوم مريح او عميق، او ممكن ترمي الحبة وتوفر فلوس الحبة وتروح تشتري افوكادو، تجيب افوكادو ومثلا تشرب عصير الافوكادو قبل النوم، هيخليك تنام نوم مريح او عميق. لو كلت شوية لوز قبل النوم بساعة ولا حاجة يخليك تنام نوم مريح وعميق. لو كلت مثلا السبانخ اليوم اللي هتاكل فيه السبانخ هيخليك تنام نوم مريح وعميق. شوف اي حاجة من التلاتة دول فيهم مغنيسيوم بتركيزات عالية، اما تاخد المغنيسيوم عن طريق الصيدلية تجيبه كبسولة قبل النوم وتاخده وتريح دماغك، او الافضل ان انت تاخده من الاكل بتاعك، تجيب اي حاجة من الحاجات دي وتخليك تنام نوم مريح وعميق. ما بمارسش رياضة، لو هتحرك في البيت حركة خفيفة، تقولي ده انا ما بطلعش من البيت عشان الكورونا،
بتقولي مثلا انا ما بطلعش من البيت علشان الكورونا، فلا يبقى نتحرك اي حركة حتى لو حركة خفيفة، المهم نغير شوية من نمط حياتنا. القاعدة الأساسية بتقول ايه؟ اذ لم يعني يعني اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل. إذا أردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل. فمهم جدا إن إحنا نعمل شخصية الشخص الرياضي، نتحرك أي حركة خفيفة، بدل مثلا وأنا قاعد بعمل السلطة وبقطع السلطة لو مثلا بساعد المدام ولا حاجة، لأ إيه خليك واقف وأنت شغال، غير من نمط حياتك، غير شوية. يعني كل هذه الأشياء لو عملتها شوية تغييرات بسيطة مع شوية رياضة، طبق السلطة خماسي الألوان قبل كل وجبة، اللون الأبيض زي الثوم والبصل، اللون الأخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجلة والكابوتشا والأيسبرج والملفوف واللهانة، اللون الأحمر زي البنجرة والشمندر، اللون البرتقاني زي الجزر، اللون الأصفر زي الليمون والفلفل الأصفر. طبق السلطة خماسي الألوان ده تبدأ بيه الوجبة، ويا سلام تحط عليه معلقة زيت زيتون علشان نحارب الدهون الضارة اللي موجودة جوه الجسم ونفتتها، يبقى احنا كده معلقة زيت زيتون، ونرش رشة كركم مضاد حيوي طبيعي، يبقى كده طبق السلطة خماسي الألوان قبل كل وجبة. مع طبق السلطة خماسي الألوان هنعمل ايه؟ هنغير شوية في الرياضة بتاعتنا، في الحركة بتاعتنا، مش هنقعد قدام التلفزيون واحنا بناكل. يعني في ناس بتخش جوه التلاجة وهي بتتفرج على التلفزيون. ففكرة ففكرة مع الأسف في ناس كتير جدا يعني عندها مفاهيم غلط وعندها حاجات غلط كتير جدا في موضوع الأكل والشرب وهكذا. المفروض نص الوجبة بتاعتي تبقى 50% منها خضروات، يعني طبق السلطة ده يبقى 50% والنص التاني الوجبة بتاعتي. مين بيحط طبق السلطة على الأكل؟ ولو حطيناه ما بناكلوش، ولو حطينا وكلنا معلقه يبقى انا انصفت وجبرت بخاطره. فلابد ان احنا نغير بعض حبيبي دكتور احمد، الله يسلمك، احلى متابعه لك، الله يكرمك. وانا اعمل استفدنا منك شوي. نعم الله يخليك حبيبي، بقول استفدت منك شوي شوي ولا كتير؟ كتير. خلينا عينك، فرصة سعيدة، تشرفت بمعرفتك. الله يخليك، الله يكثر خيرك يا رب، الله يزيد من أمثالك حبيب قلبي. جزاكم الله خير، حبيب قلبي، الله يخليك، فرصة سعيدة، يلا بنحكي بعدين كمان. أوكي، رعاية الله، السلام عليكم، خلي بالك من نفسك يعني، لو السلام عليكم. أنا موجود إن شاء الله حبيب قلبي.